السلام عليكم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم. اسمع واسمع الأمة العجوز تروي خبرها، تقول حملته في بطني 9 أشهر ومات أبوه بعد ولادته بأشهر، فكنت له أبا وأبنا هو وأخته التي تكبره بسنوات 3. من حبي له لم أفطمه إلا بعد 3 سنوات وبعد أن تركه بنفسه. أسبغت عليه كل حبي وحناني، ولما بلغ سن الزواج زوجته من فتاة أحبها لأخلاقها ودينها وكرم أهلها. طلقها بعد 5 سنوات بعد أن أنجبت له ولدا وبنتا. طلقها لأنها كما يقول غير متعلمة، وتزوج أخرى تعمل مدرسة، وقمت أنا بتربية ابنه وابنته، وكنت أخدم زوجته لكونها مدرسة ونفسي راضية. وبعد فترة أصبحت لا تحب طعامي وتقول أني لا أعتني بالبيت كما ينبغي، فطلبت خادمة وتكفلت هي بمرتبها. ولما جاءت الخادمة استغنوا عن خدماتي وأصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني، أصبحت ضيفة ثقيلة على زوجة ابني. أخذت تتهمني بالتدخل فيما لا يعنيني، وأني أتدخل في شؤون الخادمة، بل وأني أتلفظ عليها بألفاظ لا تليق. أصبح ابني لا يكلمني، بل أخرجني من غرفتي داخل البيت، إلى الملحق الخارجي للبيت حيث سكن الخادمة، وأدخل الخادمة مكاني لحاجتهم لها، كما يقولون وخوفهم عليها. أما أنا فانتهت حاجتهم لي، ولماذا يخافون علي؟ لا أصدق أمه أنهم فعلوا هذا بك. تقول تحملت هذا ورضيت وكتمت غيظي لأنه ابني أحبه، ثم لأجل ولده وبنته من زوجته الأولى. في يوم عدت من زيارة ابنتي التي تسكن في مدينة أخرى، فلما توجهت إلى الملحق الذي أسكن فيه وجدت عفشي وفراشي وصندوقي الصغير قد وضع خارج الغرفة. ولما طرقت الباب عليهم أسألهم عن السبب، قالت زوجة ابني وابني يقف خلفها: لقد احتجنا للملحق ليكون مستودعا لأغراضنا. قالت: وأنا أين أذهب؟ وفي مثل هذا الوقت؟ قالت، يعني الزوجة، قالت: اذهبي إلى أي مكان، إلا داخل البيت، وأرض الله واسعة. لا أصدق أمه أنهم يفعلون هذا بك. أين القلوب؟ تقول الأم: العجيب أن ابني خلفها لم يحرك ساكنا ولم ينطق بكلمة. طرقت باب الجيران في جو شديد البرودة، فلما دخلت على جارتنا قلت: أريد أن أبيت عندكم الليلة. فاستغربت ماذا أقول لها، فصارحتها فبكت غير مصدقة. قلت لها: فقط سأبات عندكم الليلة، ثم في الصباح ستأتي ابنتي لتأخذني. فقالت: لا عليك، والبيت بيتك. تقول العجوز: ثم في الصباح اتصلت بابنتي وأخبرتها بالخبر وطلبت منها أن تحضر لتأخذني عندها، لكنها اعتذرت لأن زوجها تضايق جدا عندما جلست عندها 2 يوم فقط، فكيف إذا سكنت عندهم؟ ثم أغلقت سماعة الهاتف. يا الله، أمه، أيعقل أنهم فعلوا هذا بك؟ أين جزاء الإحسان؟
فما علموا أن الزوج إذا فقد فبدله زوج آخر، وأن الزوجة إذا ذهبت فبدلها زوجة أخرى، ولكن إذا ذهبت الأم فكيف سيأتون بأم غيرها؟ لا أصدق أمّا أنكم فعلوا هذا بك. تقول العجوز: أغلقت ابنتي سماعة الهاتف ومعه أغلقت باب الأمل، كنت آمل أن أسكن عندها لأنها ابنتي وهي التي سوف تتحملني وتتحمل كبري وعجزي، وصرت أبكي حتى لم أجد دموعا أبكيها. ولما علمت جارتي بالخبر شاطرتني البكاء وقالت: لا عليك، فهذا بيتك ونحن أهلك. وعن طريق أحد المحسنين في حينا لما علم بقصتي وفر لي سكنا قريبا وقام بتجهيزه وقال: نحن مستعدون لخدمتك من كبيرنا إلى صغيرنا. كان أهل الحي يزورني ويقدمون لي كل شيء، إلا ابني لم يزرني، بل مرضت مرضا شديدا وأخذني الجيران للمستشفى، وصار أهل الحي يزورني إلا ابني لم يزرني ولم يسأل عني. وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه، وها أنا أنتظر زيارته وقلبي يتقطع عليه، وأدعو الله أن يسامحه ويعفو عنه، وأدعو الله أن يسامحه ويعفو عنه ويعفو عنه. شو مالك يا أمورة؟ شو اللي مزعل حالك؟ قولي لي سرحان بشو؟ عقلك منو معاكي؟